زي ما الرسول بولس عبر عن الإيمان الحقيقي كخليقة جديدة، يقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها. ده الطبيعي. لكن لما يبقى عندي إيمان، بس إيمان في الكنيسة، إيمان في وسط المجتمع، إيمان قدام كل الناس وكل الدنيا، وعندي قناعات، ولما تقعد تتكلم معايا أنا مستعد أقنعك المسيح هو ابن الله، وأقدر أقنعك إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وأقدر أرد عليك إن الكتاب المقدس استحالة تحريفه، وممكن أشتمك. أنا مرات بسمع مرات على البالتوك ناس بيتكلموا كده ويقنعوا ناس كثيرين، وعندهم بيظنوا أنهم بيقدموا خدمة لله، وبعد كده يشتم الآخرين ويهين الآخرين. لا طبعا هذا ليس روح المسيح، ونحن لا نؤمن بهذا النوع من الخدمة. الفكرة دي مش خدمة. نمرة اتنين، دول مش مؤمنين حقيقيين، دول غيرة جزدانية شيطانية عشان يبقوا الناس في ضلالهم بعدم إيمان. لكن الإيمان الحقيقي بقى يخلص. قد ظهرت نعمة الله المخلصة معلمة إيانا. النعمة تخلص والنعمة تعلم. تعلمني أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالبر والتقوى والتعقل في الزمان الحاضر. يبقى الإيمان يعني الميت له صورة التقوى. أيوة أيوة. لا هو إيمان المخلص أمام الله، لأنه يعني ما فيش أعمال ممكن ترضى الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. لكن خلاص الأعمال هو أمام الناس. أمام الناس. فنحن لا نخلص بالإيمان والأعمال، نخلص بالإيمان لأعمال. مظهور. فلازم يكون في برهان وترجمة عملية لإيماني أنا. وده اللي عمل إبراهيم. وإبراهيم لما عمل ده مش عشان الناس. يعني إبراهيم حتى لما عمل قدام الناس مش كان عشان الناس. هذا العمل الذي عمله لأجل الرب.